الحصاد كثير والفعل قليلون. اطلبوا الى رب الحصاد ان يرسل فعل لحصاده. ربنا عياله تاهوا منه، عياله تاهوا منه، وانت تقول يا رب انا هرد لك عيالك واجيبهم لحد احضانك واشتغل معاك. تقدر تحب ربنا من غير ما تخدم اولاده؟ بتحب ربنا وتسيب اولاده ضايعين؟ ولا بتحبه وتطبطب على اولاده؟ ربنا عايز يقود الناس الى حياة التوبة ويطهر قلوب الناس من الدنس، وانت تقول له يا رب انا عايز اشتغل معاك في هذا الموضوع. ربنا عياله تاهوا منه، عياله تاهوا منه، وانت تقول له يا رب انا هرد لك عيالك واجيبهم لحد احضانك واشتغل معاك. شيء ترضي به ربنا. كل ما تعمله من اجل اولاد الله انت تعمله من اجل الله نفسه. كل ما تعمله من اجل اولاد الله انت بتعمله من اجل الله نفسه. انت تستطيع ترضي ربنا بانك تاخد بالك من اولاده؟ طب تقدر تحب ربنا من غير ما تخدم اولاده؟ تقدر تحب ربنا من غير ما تخدم اولاده؟ في آية جميلة يقولها يوحنا الرسول في رسالته الاولى، في رسالة يوحنا الاولى، بيقول ان كنت لا تحب اخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه؟ ده محبتك لأخيك جزء من محبتك لله. الله بيبني الملكوت وبيدور على ناس يشتغلوا في البناء. الله بيبني الملكوت وبيدور على ناس يشتغلوا في البناء. تقول أنا ما أعرفش أخدم، ما اعرفش اشتغل. اسألك سؤال واحد، هو انت اللي هتشتغل ولا ربنا؟ انت اللي هتشتغل ولا ربنا؟ ده ربنا هو اللي هيشتغل الشغل كله. من بره باين انك انت في الصورة، لكن عمليا ربنا هو اللي بيشتغل. الخدمة ليست ذراع بشر، الخدمة دي عمل الله. شرف عظيم انك تشتغل مع ربنا، شرف عظيم انك تشتغل مع ربنا.
وتتتلمذ على يد الله في الخدمة، وتشوف ربنا بيعمل ايه وانت بتعمل معاه. شرف كبير ده مش صغير. الحصاد كثير والفعل قليلون. اطلبوا الى رب الحصاد ان يرسل فعل لحصاد. اذا كان الحصاد كثير والفعل قليلين يبقى انت ما تتحركش، ما تشعرش، ما تحسش بالاحتياج، ما تشتركش مع ربنا. يسيب ربنا لوحده كده واقف في الخط؟ هو لوحده يقدر يعمل كل حاجة. من تواضع الله ان يشركنا معه في العمل، من تواضع الله ان يشركنا معه في العمل. الله يستطيع بروحه ان يجمل ان يجعل جميع الناس قديسين، لكن هو بيشركنا معاه في العمل. ده شرف كبير احنا ما نستحقهوش. ده اصول انك تشكر ربنا، تشكره تقول له يا رب كتر خيرك. من انا التراب والرماد علشان تشركني في هذا العمل العظيم؟ يعني لو اهل العالم وضعوك في لجنة ولا في مجلس من المجالس ولا في هيئة تبقى فرحان ومبسوط، وربنا يقول لك هحطك في لجنة الهية ولا في لجنة روحية، تقول له مش قادر، مش عارف، مش عايز، ما استحقش. ينبغي ان تفرح وتسر اذا ربنا اختارك تخدم معاه. محبتك لاخواتك تجعلك لا تحتمل ان تتركهم في طريق الهلاك والضياع. محبتك لاخواتك، اذا لقيت بيت بيحترق تقول هل انا مدعو للاطفاء ام غير مدعو، وتسيب البيت يتحرق. لو وجدت ولد صغير بيغرق في البحر تقول هل انا مدعو لانقاذه من الغرق ولا غير مدعو، وتسيب الواد يغرق على بال ما تفكر فلسفيا ولاهوتيا في الموضوع والواد يضيع. الخدمة ما هي الا محبة، ليس لها معنى اخر عندنا. محبة للناس، محبة لله، محبة للملكوت، محبة للكنيسة، محبة للابدية. محبة، محبة تنقذ، ومحبة تعطي، ومحبة تبذل. ادي الطريقة اللي انت ترضي بيها ربنا. تقول تصنع خيرا كما كان المسيح يفعل. تقول تصنع خيرا. يونان النبي ربنا بعته ما راحش، سابوا ربنا ما سابوش ابدا. ركب مركب هيج عليه البحر والريح والامواج، نزل من المركب خلى حوت يبلعه، طلع من الحوت قال له برضه تروح، مفيش فايده. يعني انت عايز لك حوت يبلعك يعني علشان عشان تروح وتطوع ولا ايه؟ من غير كده ما تروحش من نفسك. طوبى للشخص الذي يستجيب من اول كلمة
ومن تلقاء نفسه يقول له يا رب ها انا ذا فارسلني. انا افتكر في الملكوت واظن في مرة اديتكم الصورة دي واتصور الناس داخلين الملكوت وبول الداخل ودخل وراح مدن وقرى واقاليم واقطار وبلاد كلها ماشية ورا بول، بيقول ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب. وماري مرقس داخل الملكوت ودخل وراه اسكندرية والكرازة المرقصية. وعم بنطنيوس داخل الملكوت ووراه مئات الالاف من الرهبان او ملايين. وانت داخل الملكوت ايد ورا وايد قدام وحتى نفسك مش قادر عليها. بيقول لك لا تقف امام الله فارغا، لا تقف امام الله فارغا. ربنا يقول لك عملت ايه مع اخواتك؟ تقول له اخدت وزنتي ودفنتها في التراب. تقول له ايه؟ لما ربنا يسألك ويقول لك ما هو انتاجك، ما هو اخصابك، من هم اولادك، مين الناس اللي جبتهم، ايه الشغل اللي انت اشتغلته في بيتي، تقول له ايه؟ يقول ايها العبد الكسلان، كلمة صعبة قالها للي دفع الوزن، قال له ايها العبد الكسلان عملت ايه؟ بتحب ربنا؟ عايز ترضي ربنا؟ تعال اشتغل معاه، تعال اشتغل معاه. قل له اتبعك حيثما تمضي، انا ماشي معاك. انت يا رب بتبني الملكوت، انا هبني معاك. وتبحث عن اولاد الله اين هم؟ بولس الرسول بيقول ايه؟ بيقول مع اليهودي كيهودي لكي اربح اليهودي، مع اليوناني كيوناني لكي اربح اليوناني، مع الذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لكي اربح الذين بلا ناموس، مع الكل كل شيء لكي اربح على كل حال قوما. لكي اربح على كل حال ايه؟ قوما. زي المنشار طالع اكل نازل اكل، كان ماشي كده بولس. وانت عملت ايه؟ ايه اللي عملته من اجل الملكوت؟ ايه اللي عملته؟ بتحب ربنا كده حب نظري ولا حب عملي؟ بتحبه بالكلام واللسان ولا بتحبه بالعمل والحق؟ بتحب ربنا وتسيب اولاده ضايعين ولا بتحبه وتطبطب على اولاده؟ تقدر جار ليك من الجيران تكون بتحبه وشايف ابنه هيقع من البلكونة، قل له بحب خالص بس خليه يقع يقع وانا بحبه. حب يبقى حب ده؟ ده يبقى حب؟ ان كنت بتحب ربنا اهتم باولاده. الحصاد كثير والفعل قليلون.